يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، أنت المرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولك أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، بالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع؟ ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ بالذل قد وافيت بابك عالما، إن التذلل عند بابك ينفع. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا.